بحثنا بعدة مواضيع وأهمها بما يتعلق بلبنان، أنه لبنان لا يحكم إلا بالتوافق ولا يحكم بالعصبيات. واليوم عم نسمع كلام عم بيطلع ضمن تهديد واستفزاز، كلام طائفي. نحن نتمنى هالكلام أنه ما يكون له أي صدى، واليوم علينا نواجه سوية هذه المواضيع الاقتصادية والاجتماعية، ويكون الأداء السياسي نتمنى أن يكون أفضل لحتى نقدر ننتهي من هالمرحلة الصعبة. حتماً أيضاً طرقنا لموضوع الأداء الحكومي والتخبط اللي عم بيصير داخل الحكومة بالقرارات اللي عم تتاخد. نتمنى بكل صدق أنه تنجح هذه الحكومة، لأنه نجاحها نجاح لبنان. لا في مؤامرة ضد حداً، ولا حداً بده يأخذ محل حداً. صحتين عقل الكل، ولكن المهم أنه لبنان ينجح.